تهدف مبادرة ابدأ إلى تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالمياً. كلمة المهندس محمود شكري مدير مشروعات بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ. صباح الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب وكل عمال مصر بخير. نستأذن سيادتك في استعراض الموقف الحالي للمبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية ابدأ. احنا اشتغلنا في السنتين اللي فاتوا هو عمر ابدأ على 84 فرصة صناعية، ادينا الحمد لله ان احنا نحول عدد 23 منهم لشركات قائمة، منهم اللي بدأ انتاج ومنهم اللي تحت الانشاء. 24 فرصة صناعية ودي مرحلة ابدأ الثانية، وان شاء الله 37 فرصة صناعية في المرحلة المستقبلية. باشمهندس احمد فانتازيا سامعني؟ التكلفه الاستثماريه للمرحله الاولى حوالي 62 مليار جنيه. انجي اس سامعني؟ التكلفه الاستثماريه للمرحله الاولى حوالي 62 مليار جنيه، وعشان الناس تقدر تتخيل معانا الرقم ده ضخم قد ايه، فالرقم ده بيمثل 28% من حجم الاستثمارات اللي اتضخت في القطاع الصناعي في اخر 3 سنين. ابدا بتمول مشروعاتها عن طريق 3 طرق رئيسيه. ابدا ورجال الاعمال بنسبه 49%، استثمارات أجنبية مباشرة بنسبة 5%، بالإضافة ل 46% تمويل مؤسسات دولية. اللي ساعدنا إن احنا نحقق حجم الشغل ده في الوقت القصير ده إن احنا استغلنا الميزات التنافسية الموجودة، وإن احنا بنينا على الدولة المصرية حقيقته في آخر 10 سنين. من استفادة لأصول الدولة، تطوير البنية التحتية، تطوير المواني والعمال المدربة. اهتمام ابدأ الشامل ما كانش بس بخط إنتاج ومباني مع أهميتهم، بالعكس كان اهتمامنا الشامل بالمنظومة الصناعية بشكل أشمل عشان نقدر نتعامل مع التحديات اللي بتقابلنا مع المصنعين. التحديات دي مش بالضرورة إجرائية فقط، بالعكس التحديات دي كانت عدم مجابهة لآليات السوق. أفكار غير مكتملة، تحديات في إدارة المؤسسات الصناعية، والتحدي الأكبر دايما وهو التمويل. ابدأ طورت من فلسفتها وفكرنا بره الصندوق، وخدنا مجموعه من المشروعات المرحله الاولى وضخناها في صندوق استثمار مباشر. تشريف سيادتك لينا بنستاذن في اطلاق صندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر، اول صندوق صناعي متخصص في الاستثمار الصناعي في مصر، واللي هتكون قيمه الاصدار الاول ليه 2.5 مليار جنيه. الصندوق باذن الله يا فندم هيتم طرحه في البورصه المصريه لضمان شفافيه كامله لكل المستثمرين. ومن هنا بندعو جميع المستثمرين، رجال الأعمال المصريين، البنوك المصرية والمؤسسات المالية وحتى الأفراد للاستثمار في الصندوق. الصندوق هيكون هو حلقة الوصل بين كل الأطراف المعنية لتحقيق عوائد استثمارية. فريق العمل بدأ بالفعل الشغل على الأرض، وهو فريق متميز مشترك بين شركة إبدأ وشركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية. بدأنا استراتيجية الاستثمار بضخ 100 مليون جنيه كحد أدنى في المشروع، وحد اقصى 500 مليون جنيه. احنا نستهدف جميع الانشطه الصناعيه مع وضع اولويه لكل المشروعات اللي بتستهدف تقليل الفاتوره الاستيراديه. باذن الله يا فندم بعد نجاح الاصدار الاول هيكون في اصدار ثاني وثالث باذن الله. استاذن سيادتك في عرض 4 نماذج لمشروعات ابدا عن طريق الفيديو كونفرنس، سواء بالشراكه مع ابدا او مشروعات ابدا قدمت لها دعم. مصنع محركات وسائل نقل الخفيف، استاذ محمد وفائي، اتفضل يا فندم. صباح الخير يا فندم، النهارده احنا موجودين في مصنع محركات بنزين وسائل النقل الخفيف، ده اول مصنع من نوعه في الشرق الاوسط وافريقيا. النهارده بنحتفل مع سيادتك بانتاج اول محرك مصري. المصنع على مساحه 13000 متر مربع باجمالي تكلفه استثماريه 330 مليون جنيه مصري. الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل لربع مليون محرك سنوياً، نسبة المكون المحلي 70% مدخلات إنتاجية مصرية. يصل عدد العمالة إلى 120 عامل. تم بالفعل نقل تكنولوجيا صناعة المحرك من الجانب الصيني بالكامل إلى الجانب المصري، وتم الانتهاء من تدريب كافة الكوادر المصرية على جميع مراحل الإنتاج وهم 5 مراحل إنتاجية.
تم الحمد لله اجتياز المحرك لكافة اختبارات الجودة وفقا واشتراطات الجودة الصينية والدولية. حابين نقول لسيادتك كل سنة وحضرتك طيب يا رب، وكل عمال مصر طيبين. شكرا يا فندم. شكرا يا محمد، شكرا جزيلا. مصنع نوفا لمكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، دكتور مهندس احمد كمال معوض، اتفضل يا فندم. صباح الخير يا فندم، احنا النهارده متواجدين في مصنع نوفا للتنميه الصناعيه، بنشهد تشغيل المصنع بنسبه 100%. في الفترة الماضية تم التعاقد مع شركات عالمية أمريكية وأوروبية وآسيوية متخصصة في إنتاج مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وبالتالي أصبحنا قادرين على إنتاج هذه المكونات محليا بترخيص من هذه الشركات. بتشمل هذه المكونات المروقات والفلاتر والأبواب ووحدات تجفيف الحمأة الميكانيكية وأنظمة التهوية المتخصصة والمختلفة، وبذلك يجعل مصنع نوفا مصنعا متميزا في أفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال. بلغت التكلفة الاستثمارية لإنشاء المصنع 800 مليون جنيه مصري، والمصنع بيوفر 300 فرصة عمل، وتبلغ طاقته الإنتاجية 150 طن شهريا من المكونات المصنعة من ستانلس ستيل. هذه المكونات يا فندم كان بيتم استيرادها من الخارج. المصنع حاليا أصبح قادر على سد احتياجات السوق المحلي من هذه المكونات، وبالإضافة لذلك فإنه من المستهدف تخصيص 30% من إنتاج المصنع للتصدير الخارجي حتى يمكن للمصنع توفير النقد الأجنبي للبلاد. شكرا لسيادتك يا فندم. مصنع فانتازيا لتصنيع مكونات الاسفنج والاثاث الفندقي، استاذ احمد رجب الشافعي، اتفضل يا فندم. صباح الخير يا فندم، احنا في فانتازيا بدانا من الصفر في محافظه الدقهليه، تحديدا المنطقه الصناعيه جمصه، لتصنيع منتجات الاسفنج والفرش الفندقي، ومع مرور الوقت قدرنا نزود خطوط انتاج للصناعات المغذيه لمنتجاتنا، وقدرنا نصدر منها 30% ونصنع لحساب شركات أجنبية. مجموعة فانتازيا حاليا يا فندم على مساحة 15000 متر بتضم 400 عامل بطاقة إنتاجية 22000 طن في السنة بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه. نسبة المكون المحلي يا فندم في منتجاتنا حاليا 30%، وهدفنا نزودها 70%. وكان لقطاع دعم الصناعة بمبادرة ابدأ دور كبير عن طريق تخصيص قطعة أرض جديدة للتوسعات المستقبلية لتصنيع المادة الخام، وده هيوقف استيراد حوالي 150 ألف طن من الخام سنويا، بالإضافة لتسهيل كافة الإجراءات الحكومية، وده وفر علينا وقت ومجهود كبير في افتتاح هذا المصنع. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم، وعمال مصر بكامل الصحة والعافية. أشكرك يا سيادة الرئيس، شكرا جزيلا. مصنع انجل ايست ايجيبت للتكنولوجيا الحيويه، السيد لويجين، اتفضل يا فندم. 尊敬的阿拉伯埃及共和国总统阿卜杜拉法塔赫塞西阁下，尊敬的大使阁下，各位来宾与士们、先生们，受安琪集团董事长熊涛的委托，今天我非常荣幸的代表安琪酵母埃及有限公司参加此次活动。 感谢总统阁下和各位领导对安琪酵母的认可和支持。安琪酵母始创于1986年，总部位于湖北省宜昌市，主要经营酵母衍生物合成生物及其茶叶等相关生物科技领域的开发生产经营。历经30多年的发展，我们在全球已经建成16个现代化的生产基地，打造了12个技术中心，产品供应160多个国家和地区。 基于埃及独特的区位优势和良好的投资环境，2011年3月，安琪在埃及成立第一家境外子公司。我们在开罗和班尼斯维夫分别设立了技术中心和工厂，其中工厂占地面积12万平方米，总投资超过2.5亿美元。2024年年底，工厂产能将达到6万吨，埃及员工人数将超过1000名，成为埃及在 全球规模最大的生产的基地。我们在埃及当地的原料采购比例高达 90%， 一方面我们全面满足埃及国内市场酵母的供应，降低进口需求；另一方面我们依托埃及出口优势开展出口贸易。现在我们 80% 的产能都用于出口。借此机会，我们要感谢埃及各级政府以及 ABDA
对安琪教母埃及有限公司长期以来的支持和帮助，我们也诚挚地邀请总统阁下以及各位领导莅临安琪教母埃及有限公司指导工作。谢谢总统阁下，谢谢廖立强大使，谢谢大家。 شكراً يماس. أخيراً حابين نوجه شكر لسيادتك على الدعم الدائم لنا وللمبادرة واللي ما كناش وصلنا اليوم ده. شكراً يا فندم.